اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال الطقس اليوم غد الاربعاء. غادي تلاحظ انتشار سحب كثيفه نوعا ما بالواجهه المتوسطيه خلال الليل والصباح، مع تشكل كتل ضبابيه محليه بالواجهه الاطلسيه الشماليه والوسطى خلال الصباح والليل، وغتكون الاجواء مستقره مع سماء قليله السحب ومشمسه عموما بباقي مناطق البلاد. غتهب الرياح ضعيفه الى احيانا معتدله من القطاع الشمالي الى شرقيه بالاقاليم الصحراويه، ومن القطاع الجنوبي الى متقلبه الاتجاه بباقي الارجاء. الان خليكم مع درجات الحراره. مدينة طنجة غادي تعرف 15 درجة مسجلات، 9 في مدينة وجدة، 7 في فاس، 12 في مدينة الرباط، 13 بالبيضاء، 7 في مكناس، 8 في مراكش، 12 في مدينة أكادير، 15 درجة في العيون و 19 درجة مسجلة في مدينة الداخلة. الآن نخليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.